وش قاعد تسوي؟ بسم الله افتح اللينك اشوف وش هذا. وش دراك انه هذا الرابط عامل؟ وش الفيروس اللي راح يرسل لي صديقي؟ ابغى جمله مفيده. تدري معاك حق، بس احتمال حتى الايميل حق صاحبك هذا يكون مخترق. خلاص يا مستر اي تي لا تكبر السالفه، ماني فاتح روابط. ارتحت كذا؟ لا بعد وزيدك من الشعر بيت. المفروض لو شكيت في رابط ترسله لنا عشان نسوي له بلوك ونمنعه من انه يوصل للايميلات حقت الشركه حقتنا. لا 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 مستحيل، انت شكاك زياده عن اللزوم. هلا وليد. لا توني ما فتحت، شوي اكلمك. سلام. طلع مخترق فعلا. ما تسمعون الكلام.